هلا والله شباب، شو اخباركم؟ شو تسوون؟ وياكم اخوكم محمد نشيط، واليوم حاب اتكلم معاكم عن لعبه Death Stranding، اللعبه اللي انا صار لي 4 سنوات انتظرها، واكيد انتم اكثركم قاعدين تنتظرونها، لان اللعبه من هيديو كوجيما. صراحه عطانا العاب كثيره رهيبه، بس لاول مره نحصل لعبه من هيديو كوجيما تكون باللغه العربيه، فمتحمس العب اللعبه بالترجمه العربيه ومع القوائم العربيه. اللعبه ما راح تكون فيها خلينا نقول دبلجه بالعربي للاسف، لكن عندنا ترجمه وعندنا خلنا نقول منيوز اللي هم قوائم، عندنا كل أشياء معرب باللعبة. هيديو كوجيما يعتبر من الاشخاص اللي خلوني اتحمس وادخل عالم الفيديو جيمز. من سنه 1999، من اول مره جربت لعبه لالعاب هيديو كوجيما اتعلقت فيها، لانها كانت اول مره اشوف لعبه 3D، يعني فيها سينماتيك، فيها اشياء تخليك تفكر تقول شلون في شخص عملها. كنت متعود على العاب 2D اذا كان فيها شويه 3D بلاتفورمرز، بس تكون لعبه مختلفه غير عن الالعاب اللي تعودت عليها، وتجربه ثانيه خلتني اتعلق واحب ابحث من هذا الشخص. اتذكر كنت معاه مع سنة 1999، كنت رايح أشتري مجلات، لأنه كان وقتها ما في إنترنت، ما في هالأشياء، فكنت رايح أشتري مجلات علشان بس أتعرف على شلون عملوا اللعبة، شلون طوروا اللعبة، فخلاني أتعمق في عالم مجال الفيديو جيمز. فهذا الشخص أنا فان حقه. فبعد سنوات، مع السنوات من ما دخلت عالم الفيديو جيمز، التقيت هذا الشخص وكان المفروض أعمل معاه مقابلة في معرض E3، لكن قبل ما ألتقي في E3 اليوم اللي قبله بالصدفة في لوس أنجلوس، شفته في محل ستاربكس، فظليت نص ساعه قاعد احاور، اقول في نفسي اقول اروح اقابله، اروح اكلمه، اروح لك فان قبل ما اروح كاعلامي، اجلس معه واتكلم معه حق ساعه. فشجعت ورحت كلمته وسولفت معه واخذت وياه صوره، ما ادري اذا عندي الحين الصوره موجوده او وين، اذا عندي اياها في البحرين. بس هذا الشخص صراحه هو ملهم حقي في عالم الفيديو جيمز، خلاني ابي ادخل وخلاني ادخل اتعلم شلون اطور العاب واشتغل على العاب. فهو الشخص اللي خلاني خلنا نقول أبي أدخل هذا المجال. فإن أشوف لعبة لها حصرية على جهاز بلاي ستيشن 4، هذا الشيء صراحة خلاني مو بس أنبسط، خلاني وقت اللي كنت موجود في الإعلان في سنة 2016 في معرض E3 في لوس أنجلوس، كل سوالفي مع هيديو كوجيما تكون في لوس أنجلوس، أنا كنت الوحيد اللي واقف طول الوقت طول العرض. إذا تشوفون الكاميرا موجودة هناك في معرض E3 بتشوفوا بس واحد واقف قاعد يصفق على كل شيء قاله، كنت قاعد أصفق، لأنه من جد أنا كنت متحمس أشوف شنو الشيء اللي راح يسوي. It was really special for me was the moment when Andrew House teased it a little bit. Yeah. And just standing at the back was Kojima-san. فبعد ما شفت العرض الأول حق لعبة Death Stranding كنت متحمس، كنت أبي أتعمق في عالم اللعبة، أبي أعرف أشياء أكثر عن اللعبة. بس اللعبة مليئة بالأسرار، مليئة بالغموض. حتى العرض الأول مع الطفل اللي كان عندك، مع نورمان ريدس اللي هو كان خلينا نقول من عالم The Walking Dead، الممثل المشهور نشوفه في اللعبة، ما شفنا شخصيات ثانية، ما شفنا أشياء ثانية، شفنا بس نورمان ريدس، وشفنا البيبي اللي هو عرفنا بعدين إنه اسمه بيبي. فكل الأشياء اللي حول هاللعبة غامضة، ما تعرف شنو عن اللعبة. لين ما صارت عندنا Game of the Year، صارت عندنا أحداث ثانية، صار عندنا بلاي ستيشن اكسبيرينس، صار عندنا جيمز، كل هالمعارض ورا بعض قمنا نحصل معلومة ورا معلومة ورا معلومة، وتم الكشف عن الممثلين اللي موجودين في اللعبة. اللعبة فيها ممثلين كثار وفيها ايستر اكس. أنا صار لي الحين فوق 30 ساعة لعب اللعبة، وصلت
في اللعبة إلى ليفل يمكن 160 الحين، ولحد الحين قاعد أسوي المهمات الجانبية. اللعبة مفتوحة وعالم مفتوح كبير، يعني تقدر تتنقلها سواء كنت تتنقل برجلك أو تتنقل عبر استخدامك حق الدراجات، حق السيارات، حق الأشياء اللي موجودة. Sam, he's our man. لعبة Death Stranding لعبة مختلفة عن أي لعبة ثانية. عندنا ألعاب First Person Shooter للألعاب المنظور الأول، عندنا ألعاب Third Person Shooter للألعاب المنظور الثالث، وعندنا ألعاب ثانية نفس Sport والألعاب المختلفة، لكن هذه اللعبة تعتبر غير، لأن لأول مرة نحصل لعبة Social Strand. اللعبة Social Strand معناتها أن اللعبة فيها جانب من عالم التواصل الاجتماعي، وبعد في نفس الوقت تحس نفسك أنت وحيد، فبتقول لي شلون أنت متواصل مع الناس، مرتبط مع الناس، لكن في نفس الوقت تحس وحيد. هذا الشعور اللي بتحسه وقت اللي تلعب اللعبة. لو أشرح لك من اليوم لبكرة شنو هذا الشعور يمكن ما يوصلك، لكن أول ما تمسك الكنترولر في يدك، أول ما تمسك الديول شوك، راح تحس بهذا الشعور. تحس لأنك أنت متصل مع الناس اللي حولك، متصل مع العالم، لكن في نفس الوقت أنت تلعب لحالك. يعني حتى الشخصية اللي عندك إياها، شخصية سام بورتر، تشوفه أنه في اللعبة ينادي ويصارخ يقول في أحد موجود، أنا اسمي سام، في أحد هناك، فطول الوقت يكرر الكلام. ساعات تسمع ناس يردون عليك، الناس اللي يردون عليك هم بعد يقولون لك أنهم اسمهم سام. أنت ممكن ما تشوف اللاعب اللي معاك يلعب معاك أونلاين، لكن راح تشوف أثره في اللعبة، راح تشوف تأثيره في خلنا نقول العالم الموجود عندك. ممكن هذا الدرج اللي موجود عندي لو أنا حطيته في اللعبة، ممكن شخص ثاني يشوفه في اللعبة عنده. أنا ممكن أحط علامة هنا أقول له إنه في درج موجود، هذا الشيء راح يخليه يعرف إنه وين الدرج، وراح تظهر له في خريطة، في الخريطة الموجودة عنده إياها، الميني ماب اللي موجودة عنده، إنه في درج موجود وتقدر تستخدمه. مثل أي لعبة ثانية، في اللعبة Death Stranding راح تجمع أشياء وراح تعمل مهمات جانبية، لكن ممكن أنك أنت تعمل شنو في اللعبة؟ ممكن أنك أنت تخلي اللاعب الثاني اللي موجود أو اللاعبين اللي موجودين معك في هذا العالم كلهم يعرفون وين مكان الأشياء اللي موجودة. مثلاً لو تجمع خلنا نقول Memory Cards، راح تقدر تقول له لأن Memory Card موجود في هذه المنطقة، وتحط عليه علامة في الخريطة أو تحط عليه علامة في المكان نفسه. يعني أنا أروح الحين وحط إنه هني درج، ممكن أروح هناك وأقول راح أبني جسر. ممكن تطلب المساعدة من أشخاص ثانيين، يعني مثلاً ممكن تطلب منهم مواد، ممكن تطلب منهم إنه يوصلون لك أغراض. بيب الطفل اللي موجود عندنا راح تعرف كل الأشياء اللي تخصها، ما راح أحرق عليكم ولا شيء، لأن حرام أحرق عليكم لعبة مثل لعبة Death Stranding. اللعبة لو أتكلم عنها لمدة 40 ساعة وأنا لعبينها 30 ساعة، على الأشياء اللي كنت فاهمينها قبل وعلى الأشياء اللي فهمتها بعدين والأشياء اللي خلتني أتساءل أكثر، ما راح أخلص معاكم. لو أتكلم مليون ساعة بقعد أمدح وأمدح وأمدح، لأن اللعبة من جد مختلفة. يعني حسيت لأول وهلة إن اللعبة كبيرة وصعوبة فيها، بس كل ما تلعب أزيد، كل ما تسوي مهمات ثانية والشخصيات الإيستر إيج، في شخصيات حقيقية موجودة في اللعبة، كل هاي الشخصيات أثروا على هيدي كوجيما. ما راح أحرق عليكم من الشخصيات اللي موجودة والأشخاص اللي موجودين. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. How you doing, Sam?
delivering cargo. I'm so glad you're here. Gotta say, you truly are incredible. اليوم صورنا شيء رهيب حق قناة بلاي ستيشن الشرق الأوسط. أتمنى أن تشوفونا على قناتهم، راح أحط لكم الرابط تحت. اشتركوا في قناتهم لأن في عندهم giveaways وعندهم أشياء كثيرة راح تشوفونها، وإن شاء الله تشوفون أشياء راح تعجبكم حق لعبة Death Stranding وحق ألعاب ثانية وحق أشياء تخص بلاي ستيشن الشرق الأوسط. من أجل اللاعبين.